السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن الطرق اللي تعرف بيها ان جهازك مخترق ولا لا، بتدوس فان ستارت، هي ستارت وار في نفس اللحظة، وبعد كده تكتب NETBLWIZ اوكي، فبيجيب لك اليوزر اكاونت، يعني مين اللي مسموح لهم ان هم يدخلوا. لو لقيت اي حد غريب احذفه. طيب لو ماش حد غريب، هل كده انا مش مخترق؟ لا، دي من ضمن الطرق اللي تعرف بيها انت مخترق ولا لا، انما ممكن يكون هو عامل ثغرة تانية غير ديت، ممكن يكون هو عارف الباسورد بتاع اليوزر دوت فبيدخل من خلاله وهكذا. فمش معنى ان انت ما لقيتش حد ان انت مش مخترق. الجهاز الغير مخترق او الذي لا يمكن اختراقه هو جهاز غير متصل بالانترنت، لا يوجد فيه اي وصله فلاشه او فلوبي او سي دي روم، ومقفول باحكام ومفصول عنه كهرباء ومرمي في المحيط. ده كده تتاكد ان الجهاز بتاعك سليم. دايما مسطب فيروس، دايما شغل فاير وول، دايما ما تدخلش على اي موقع مشبوهه، ما تفتحش اي ملف غير لما تكون واثق من صاحبه اللي ارسله. لكن دي من ضمن الحاجات اللي لو لقيت في اسامي غريبه لازم ان انت تعمل لها ريموف على طول.